السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، طلب الثالثة إعدادي، مع فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات شوية إنجليزي. معكم الآن مس هند ربيع. النهاردة بإذن الله هنحل على الدرسين الأول والتاني من الوحدة التانية. عايزك تكون كده بالك رايق وهادي وأعصابك هادية جدا، وتكون مذاكر الدرس معايا كويس جدا، وتذاكروا في الحلقة اللي فاتت في قائمة التشغيل بالنسبة لطلبة الصف الثالث الإعدادي. شرحنا في الدرسين الاول والتاني. انت المفروض دلوقتي انت قاعد قدامي مذاكر الاول والتاني وحلل عليهم، وقاعد بتصحح اجاباتك معايا وبتشوف ايه الصح وايه الخطا، وبتبدا تقيم نفسك لمدى فهمك واستيعابك للدرس. طيب، سم الله كده وتوكل على الله. قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه، لو انت متابعني فاشير القناه لكل اصحابك ودفعتك. بتمنى لكم عام موفق باذن الله، ويلا سم الله وتوكل على الله كده. وتعالى نشوف اول حاجه هنتكلم فيها هي الكيفوكاب، الكلمات الاساسيه الرئيسيه. نمبر 1 بيقول لي اتس ايزي تو ميك كوفي ويز ايه. طيب، انت هتعمل قهوه، فالقهوه اللي انت هتعملها دي هتعملها بايه؟ هل بكاتل ولا مايكرويف ولا توستر ولا كوفي ماشين؟ طالما فيها قهوه يبقى هتبقى ايه؟ يبقى هتبقى كوفي ماشين. تمام. ايه اللي بعدها؟ نمبر 2 معايا بيقول لي ذير از سبيشال ايه تو هاف فري وان وين يو باي تو بيسز. انا عايز اقول انت هتاخد عرض كويس لو انت اشتريت، يعني فري وان هتاخد واحدة مجانية لو انت اشتريت تو بيسز قطعتين. فهتبقى سبيشال شوب ولا سبيشال اوفر ولا سبيشال تيست ولا اوفر؟ طبعا هتبقى سبيشال اوفر، عرض خاص وعرض مميز. الجملة اللي بعدها بيقول لي the new chemist gives 20% on shampoo and sun cream. عايز اقول ان الصيدلية الجديدة ديت او الصيدلي الجديد هيدي ايه؟ هيدي 20% ايه على الشامبو والسان كريم. طبعا هيدي تخفيض، فتبقى ديسكاونت ولا ديل ولا انفورميشن ولا كاونت. طبعا الانفورميشن معلومات، كاونت حساب او يعد، وديل يعني ايه؟ ديل يعني اتفاق او حاجه، ولا ديسكاونت تخفيض. طبعا هيدي 20% ديسكاونت تخفيض. تمام كده. نمبر 4 معايا بيقول لي اي وانت تو باي او ان اي تو بلاي ميوزك اون ماي بيرثداي. انا عايز اشتري حاجه علشان اشغل موسيقى او نعمل موسيقى في ماي بيرثداي. هيعمل موسيقى فين بقى؟ في الاوفن اللي هو الفرن، ولا المايكرويف اللي هو المايكرويف بتاعنا، ولا سبيكر اللي هي السماعات، ولا ويب سايت؟ طبعا هيعمل فين؟ في السبيكر السماعات. نمبر 5 معايا بيقول لي this is a is from a website about a new capital. طيب دي ايه؟ عايز اقول ان this is from a website، ده جه احنا جايبينه من الموقع، about the new capital عن العاصمة الجديدة. فاحنا جايبين الايه؟ الويف ولا الشوب ولا الكاتل ولا الادفيرت. طبعا هنكون احنا جايبين ايه؟ هنجيب العنوان الجديد ده من على الويب سايت عن النيو كابيتال اللي احنا هنروحها وهنزور. الجمل اللي جايه جمل سنت بوك وورك بوك، كتاب الطلب والتدريبات. نمبر 6 معايا بيقول يو كان ميك بريد وورم ويز ايه. انت ممكن تعمل خبز دافئ عن طريق ايه او باستخدام ايه؟ اكيد يعني باستخدام التوستر اللي هو الايه؟ اللي بيعمل محمص او بيعمل عيش او هكذا. لكن لا كاتل ولا مايكروفون ولا سبيكر تنفع. خلي بالك ممكن يجيب لك مايكروفون ومايكروويف، وانت من لبختك وتوترك تختار مايكروفون. لا، احنا عندنا كلمة مايكروويف دي اللي احنا بنعمل ايه؟ بنهيتر او بنسخن فيها الاكل او هكذا. كمل معايا. نمبر 7 بيقول لي اسامه فاميلي، عائلة اسامة، هاف ا او ان اي تي في، زي كان ناو واتش فيلمز فروم ذا انترنت. طيب، عائلة اسامة ديت عندها اي تي في، هل اولد تلفزيون قديم عشان كده هما بيشاهدوا الفيلم من الانترنت، ولا سمارت ولا فري ولا فاست؟ إيه، طالما هيبقى فيها انترنت يبقى لازم ان هي تكون ايه؟ لازم ان هي تكون سمارت، سمارت تي في. بعد كده بيقول لي يو كان كوك، تقدر انك تطبخ ثينجز، اشياء كويكلي ويز ايه؟ هطبخ فين بقى؟ في المايكرويف ولا في الكاتل، توستر ولا فريج؟ طبعا هنطبخ فين؟ في المايكرويف. نمبر 9 معايا بيقول لي you are a، انت بتكون حاجة. ask the customer، اسأل الزبون. what they want to buy، عايزين يشتروا ايه؟ يبقى المفروض انت تكون ايه؟ speaker، patient، shop assistant ولا program. انت طبعا هتسأل الكاستمر، الزبون اللي داخل عليك، عايز ايه يا فندم؟ تشتري ايه؟ يبقى انت هنا ايه؟ shop assistant، مساعد في محل. كمل معاي المعاصر exercise. بيقول لي they offer free ايه on their trucks inside Cairo. طيب، هنا بيقول لي
زي اوفر فري، بيعرضوا لنا ايه مجاني على تراكس داخل القاهرة، فهيعرضوا لنا ايه دليفري توصيل ولا سيرفي خدمة شوبينج بارك، اكيد هيكون زي اوفر، هما بيعرضوا عليك فري دليفري اللي هو التوصيل المجاني on their trucks inside كايرو بداخل القاهرة. نمبر 11 معايا، الكسندرية is called the bridge of the sea، الاسكندرية دي بتسمى كوبري ايه بتاعت البحر، فعايزين نقول او برايد، لا مش برايد، مش بريدج، هي برايد عروس، ايه عروس البحر الابيض المتوسط صح، يبقى ميديترناين بلاك او ميديترناين سي، عروس البحر الابيض المتوسط. نمبر 12 معايا بيقول لي we have a او an a offer don't miss it، اوعى تفوته اوعى تضيعه، يبقى احنا عندنا ايه اوفر، ايه عندنا عرض ايه، نورمال طبيعي يوجوال معتاد ريجولار منتظم ولا سبيشال خاص ومميز، اكيد هيبقى عندنا عرض سبيشال خاص ومتميز، عشان كده don't miss it اوعى تفوته. language notes expressions and prepositions بيقول لي نمبر 13 بيقول لي mom always prefers to buy things house، الام دايما معتاده او بتفضل ان هي تشتري اشياء للمنزل، ف buy for يعني buy things for، تشتري اشياء من اجل المنزل، for على of على on على about، طبعا هختار for buy for يشتري من اجل. رقم 14 معايا بيقول لي can you give me information about this machine، يبقى can you ايه تقدر انت تديني معلومات، ممكن انك تديني معلومات عن الماشين عن المكنه دي، فهتديني ميك مي انفورميشن ولا جيف مي ولا دو ولا هاف، طبعا هتبقى ميك مي، لا هتبقى جيف مي، اعطيني اعطيني معلومات، هتبقى ايه يا شباب، هتبقى جيف مي انفورميشن. نمبر 15 معايا بيقول لي شي اولويز بايز مين ثينجز سبيشال اوفرز، عايز اقول ان هو دايما بيشتري اشياء في العرض المميز، يعني هتاخد حرف الجر ايه اوفر ات اون، طبعا ايه في العرض المميز يبقى اون سبيشال اوفرز. واتس ذا اي اوف ذا داي ان كارفور، عايزين نقول عارفين طبعا احنا كارفور العروض اللي بيعملوها، فهقول واتس ذا اي اوف ذا داي ان كارفور، واتس ذا ايميل، ايه هي الايميل ولا الديل الصفقه ولا تايب نوع مجازين، طبعا هي ايه ايه الصفقة او الربح اللي الكارفور عامله او اليوم اللي بتاع كارفور. انا كده خلصت على الايه على اكسرسايز، بعد كده هدخل على اللانجوج، الجمل بتاعت لانجوج. عندي هنا خمس جمل هم هنحلهم، الخمس جمل دول يا شباب هم طبعا جايبهم على السينونيمز والانتونيمز، الكلمة المرادف ومضاد بتاعها، وجايب على البرفكس والسافكس، طبعا الكلام ده اتشرح في الفيديو او الحلقة اللي قبل ديت، فتعالى احنا نحل على طول. يقولي the opposite of the verb buy، العكس بتاع كلمة buy ايه، يشتري، هيبقى solve ولا sell ولا sell ولا soil، طبعا عكس buy sell يشتري، فتبقى sell اللي هي number C. number 2 بيقولي the word free، كلمة free is the opposite of ايه، كلمة free يعني ايه، يعني مجاني، حاجة مجاني not or without money or not money، فهتبقى الحاجة دي volunteer تطوعي، paid عكسها هيبقى مدفوع. الكلمتين اللي باقيين ما يلزموني chargeable و changeable، لا انا عايزة ايه، عايزة ان الopposite بتاع free هيبقى paid مدفوع. طيب to give the opposite the word expensive we add prefix، عشان اجيب العكس بتاع كلمة expensive بضيف لها prefix مقاطع بادئة، ف unexpensive ولا inexpensive ولا irexpensive ولا illexpensive، طبعا هي تبقى inexpensive يعني ايه يا شباب، يعني رخيص. طيب اهي ان expensive رخيص. اللي بعدها بيقول لي مايكروباص، المايكروباص از ا او ان اي باص، هيكون اتوبيس ايه، طبعا المايكرو انا بجيب كلمه مايكرو من الشيء يعني بصغره، فباص اتوبيس مايكرو اصغر من اتوبيس، فده بيكون بيج باص ولا expensive ولا فاست ولا سمول، طبعا كلمه مايكرو بتصغر فهيبقى سمول. The word inquire، inquire معناه يتطلب، gives the same meaning، بتدي نفس المعنى بتاع يتطلب او يطلب او ياخذ او يؤمر او حاجه زي كده. reply يرد، ask يسال، take ياخذ، give يعطي، طبعا هتبقى inquire اقرب مثال لها، هي مثال ايه، هي ask. تمام كده كمل معايا بقى، طبعا شرحنا الصفات القصيره والصفات الطويله والقواعد اللي عليها كلها كانت في الحلقه اللي فاتت، طبعا دي هي جمل ونجاوب عليها. تعالى بقى احنا ندخل على الايه، على الجنرال اكسرسايز كده على طول، واحده واحده بقى وكده، وتعالى نحل مع بعض ونفهم، عشان لو في نقطه ولا حاجه فيها دروب يبقى انت مركز معايا.
الجمل اللي جايه دي جمل الطالب، كتاب الطالب والتدريبات، بيقول لي the useful thing in my kitchen is fridge. عايز اقول ان افضل شيء او افضل حاجه مفيده موجوده في المطبخ بتاعي هي التلاجة. يبقى هو كده بيقارن ما بين التلاجة وكل الاشياء اللي موجوده فين في المطبخ. يبقى اذا افهم من الكلام ده ان هو احنا هنا في صيغه ايه، في صيغه تفضيل. فخلي بالك ان كلمه useful او صفه، الصفه بتاعت useful دي صفه مونو او مونو سيلابلز او لونج سيلابلز، مقاطع المقاطع طويله، او كلمه او صفه طويله. فبالتالي انا هكون محتاج لها ايه، محتاج لها the most useful. ما ينفعش اقول the more، طالما هو هنا جايب لي كلمه زي يبقى انا هقول the most useful thing، افضل شيء واحسن شيء، يبقى the most. لا ينفع استخدم more ولا as ولا is. نمبر 2 معايا بيقول لي it is a to buy clothes and shoes and online. خلي بالك انت عندك هنا كلمه ايه، زين. فشوف انت هتختار ايه، the best الافضل، لا كلمه best الوحيده، لا كلمه good، لا امانه تنفع ايه، تنفع كلمه better، تبقى better than. يبقى انك تشتري محل او الملبس من الشوبس المحلات better than افضل انك تشتريه اونلاين. نمبر 3 معايا بيقول لي the second coffee machine، المكنه الثانيه ديت is a than the first one. خلي بالك انت عندك هنا كلمه ايه، زين، يبقى انت عايز الصفه يبقى اخرها ايه، er. فتعالى كده smaller smallest smalls smallest، طبعا هتبقى ايه، هتبقى smaller اخرها er، فبالتالي هتبقى عايزه زين. نمبر 4 معايا بيقول لي which item do you think is expensive. تفتكر كده اي عنصر من ده هيكون هو less expensive، يعني عايزين نقول اقل. خلي بالك عن هنا كلمه زي، فزلت لا زلس لا زمور لا، امال ايه، تبقى زلست اكسبنسيف، اقل ايه، اقل في السعر. كمل معايا كده. بيقول لي هنا الجمل بقى اللي كتاب المعاصر بيجيبها لنا. الجمله الاولى بتقول لك which place is a in Cairo to visit، عايز اقول ايه افضل مكان، ايه الطف مكان موجود هنا في القاهره عشان نزوره. فخلي بالك ان انت عندك هنا زي، فبالتالي الصفه اللي بعدها دي بقى ايه، مضاف لها ايه، اس تي، يبقى ذا نايس ان كايرو تو فيزيت. نمبر 6 معايا بيقول لي ذا جراف از تولر، انا عندي الصفه اخرها اي ار، هعمل ايه يا مس، على طول حط زين، يبقى ذا جراف از تولر ذان ذا كامل. نمبر 7 نو وان از، نو وان از زين احمد ان ذا كلاس. فانت عندك هنا ايه، انت عندك هنا زين، يبقى انت عايز الصفه اخرها ايه، اخرها اي ار، يبقى سترونجر زين. نمبر 8 معايا بيقول لي شوبينج اونلاين از اي بي 4، عايز اقول ان التسوق عبر الانترنت سهل، فهنا ما فيش اي صفه مقارنه، فاقول از ايزي، هو سهل بيفور عما قبل، يبقى هنا ما فيش اي صفه مقارنه، فانت حط ايزي على طول. تعالى كده نشوف complete the sentence with the correct from او with the correct forms words and facts. كمل كده معايا، شوف هو عايز يقول ايه. بيقول لي هنا the supermarket is a shop in my town. طيب انت عندك هنا ايه، انت عندك هنا زي، يبقى انت عايز تحطها في صيغه ايه، في صيغه تفضيل. فالكلمه الصفه بيزي اخرها واي، وقبل واي ده حرف ساكن، فايه اللي بيحصل، بنشيل الواي وبنحط اي اي، بنحط اي اي سي تي. فهقول لك ذا سوبر ماركت از ذا بيزيست شوب ان ماي تاون، عشان هنا زي حطينا الصفة اي اس تي. طب الصفة عندك منتهية بحرف الواي، بيحذف الواي وبنحط اي اي اس تي. نمبر 2 معايا بيقول لي ريد ايه، ريد از ايه بيبولر كولر فور اور توسترز ذيس يير. فاللون الاحمر ده هو اللون البوبولر الشائع او المفضل. فهقول هنا ايه، هو جايب لي كلمة موست، فانا هضيف لها كمان ايه، كلام كمان كلمة زي، وتبقى ريد از ذا موست بيبولر كولر. Red is the most popular color. Number 3 معايا بيقول my new phone is much easier to use than my old one. خلي بالك انت عندك هنا easy وعندك هنا زين، فبالتالي easy دي هتكون ايه، easy دي هتصرف للمقارنة، فهنشيل الواي ونحط IER، تبقى ايه يا شباب، تبقى easier than. The film was terrible، هو اي اللي الفيلم صعب وكل حاجه وفظيع. I think it was a film I have ever seen. انا عايز اقول ان هو اسوأ فيلم انا سمعته على الاطلاق. فطالما انت عندك ذا، فالمفروض انت تقول ايه، the worst film، هو اسوأ فيلم انا شاهدته على الاطلاق. تعال نشوف كده الاكسرسايز بتاع المعاصر. Ayman's car is a expensive than
expensive than his uncle's. فخلي بالك انت عندك than all، ما ينفعش استخدم هنا كلمة most. طب انا استخدم ايه؟ استخدم الكلمة بتاعت than اللي هي ايه شباب؟ اللي هي تبقى more. يبقى اقول لك ايمن's car is more expensive than his uncle's. عربية ايمن اغلى من عربية uncle's خاله او عم. طيب يوسف is a stronger، يوسف is a stronger boy in the class. خلي بالك انت عندك زي، فبالتالي تعمل ايه؟ انت كده بتتكلم في تفضيل. يبقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ يبقى احنا هنيجي نشيل ايه الاي ار بتاعت stronger دي ونحط اي اس تي، يبقى نقول the strongest boy in the class. نمبر 7 ماي بيلي باسكتبول از اكسايتنج. خلي بالك انت عندك زي، فما ينفعش اقول ليست. امال اقول ايه؟ لازم اقول كلمه ليس. عايزه انا عبر، عايزه اعبر عن الاقليه مع صفه طويله، يبقى ليس اكسايتنج زي. محمد صلاح از ايه بلاير، فانا عندي بيتر. لا انا هقول لك ان محمد صلاح از ذا بيست بلاير، هو ايه؟ هو افضل لاعب ان انجلاند في انجلترا ذس يير، هذا العام. انا كده حليت معاك الايه الاختياري والتصحيح على الجزئيه الاولى. إيه تعالى كده نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي عندنا باقي. تعالى بقى نحل على الايه، على هما محلولين هنا همت. يعني بقول لي سلمى إيه، سلمى said somewhere، سلمى said she would phone me but she emailed more. عايزه اقول ان هي ايه، لا عندها لدى ولا ده. خلي بالك لو عندك نور يبقى لازم تاخد نايزر، نايزر نور. اللي بعدها علي اند توك قد جيت انتو ذا فلات بيكوز ايه، عايزه اقول مفيش حد موجود هناك، فبالتالي هقول بصب زم ادور كي، الاثنين هان ادور كي. I can easier play tennis or watch TV. يعني easier or، تمام كده يا شباب. طيب تعالى كده كمل معايا، تعالى نحل بقى على اللانجوج اللي احنا اخدناها فوق دي، شويه جمل بسيطه كده علشان ايه، عشان نتنقل للجنرال اكسرسايز. طيب ركز بقى معايا، ركز معايا في جمل الكتاب الطالب والتدريبات ديت. هنا بيقول لي جايب هنا سبيس كده نقط في اول الجمله، بيقول لي ذا سمارت تي في نور ذا لارج تي في سويتد ذا كاستمر. انت خلي بالك انت عندك هنا كلمه ايه، كلمه نور. ايه اللي بيجي مع نور؟ نايزر. ما هقول نايزر نور، هي تركيبات كده، نايزر نور. يبقى نايزر لا السمارت تي في ولا اللارج تي في هيناسب الزبون، يعني لا ده ولا ده، مش هاخد حاجه منه. نمبر 2 معايا بيقول لي you can choose a soup or salad with your meal. تقدر يا اما تختار يا اما شوربه يا اما يعني حاجه واحده، انا هختار حاجه واحده. يبقى انا خدت حاجه اسمها easier or، يا اما ده يا اما ده، easier or. طب اللي بعدها نمبر 3 my sister and I، انا واختي احنا الاثنين مع بعض like playing tennis. طيب انت بتتكلم عن اثنين، يبقى both، كلانا like بيحب playing tennis. اللي بعدها the new workers are lazy، العمال الجديدة lazy كسولة of them. اوف خلي بالك انت عندك هنا كلمة اوف، عايز اقول لك ولا واحد منهم عايز يشتغل بجد، يبقى none of them work hard، ولا واحد منهم يشتغل بجد. مرة وغادة like ice cream، عايز اقول لك الاثنين يعني ده وده، يبقى بوز كل من مروة وغادة. you can either go to school by bus on food، انت عندك هنا either، يبقى احنا محتاجين ايه، محتاجين اور بتاعتها. ما هو كل ايزر بتاخد اور، نايزر تاخد نور، بوث ممكن يجي معاها بوث اوف، وهكذا. تعال نشوف الثلاث جمل الاختياري هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ايه of those necklace are بيكونوا nice. I can't decide، انا مش قادر احدد which one to buy، اي واحد احنا هنشتريه منهم. فانت ركز معايا كده، بيقول لي ايه نايزر اوف، لا انا مش عايزه نايزر اوف، امال انا عايزه ايه؟ انا عايز اقول لك الاثنين ار نايس، الاثنين حلوين، بس انا مش قادر او مش قادر احدد انا هختار انهي واحد فيهم. فمحطش كلمه نايزر، ولكن احط كلمه ايه يا شباب؟ احط كلمه بوث، واقوم قايل ايه، واقول باس اوف زوز، الاثنين دول حلوين انا مش قادر اختار منهم، يبقى باس اوف زم الاثنين. اللي بعدها نمبر 2 this shop is a interesting nor. خلي بالك انت عندك هنا كلمه نور، يبقى ما ينفعش اجيب معاها ايزر، ليه؟ ايزر تيجي مع اور، لكن ايه اللي يجي مع نور؟ يجي معاها نايزر، يبقى نايزر نور تشيب. ليتس جو تو ا ديفرنت وان.
نمبر 3 معايا بيقول لي نو اوف ماي فريندز جو شوبينج افري داي. هي تنفع معايا نو؟ لا ما ينفعش نو اوف. امال هتبقى ايه؟ انا عندي حاجه اسمها نون اوف، ولا واحد من ماي فريندز جو شوبينج افري داي. نمبر 4 معايا بيقول اي وانت تو باي بوث ا شيرت. خلي بالك عندك هنا كلمه بوث، طالما عندك كلمه بوث وعندك شيرت وتراوزرز يبقى انا هاخد ايه؟ انا عايز اشتري الاثنين. هتشتري ايه بقى؟ هشتري تشيرت اند تراوزرز. نمبر 5 معايا do neither of your play football every day. طيب انا عايز اقول له ايه؟ هل انت بتلعب فوتبول every day؟ فدو ما ينفعش اقول neither، ولكن هقول ايه؟ pause of كل من. تمام كده. نمبر 6 معايا بيقول لي none of a we go on foot. فانت عايز هنا ضمير مفعول، ما ينفعش اخد we اللي هو ضمير فاعل، فهات لي كده ضمير مفعول يمشي مع وي اللي هي اس، يبقى none of us ولا واحد مننا go on foot هيروح المدرسة على رجليه. بعد كده بيدخل لي في skills corner، الجزء الخاص بالمهارات والكلام ده احنا شرحناه طبعا في الدرس. تعالى بقى نشوف الاكسرسايز، تعالى بقى نحل مع بعض الاكسرسايز اللي هو ايه؟ شنو الاكسرسايز على الدرسين؟ طبعا احنا جايين دلوقتي بنتكلم في دايلوج، فبالتالي انت مفروض عليك ان انت تقرأ الديالوج كامل كله الاول وبعد كده تحل. فتعال نشوف، بقول لك ايه ستوكينج والسما هو بوت ا نيو موبايل. ايه وسما بيتكلموا ان هم اشتروا ايه؟ تليفون جديد. فايه بتقول لها هلو سما، ازيك يا سما، هاو ار يو، كيف حالك؟ البنت هتقول لها، اكيد هتقول لها انا كويسه وشكرا لكي، اي بوت ا نيو موبايل، انا اشتريت تليفون جديد. فايه بتقول لها كونجراتوليشنز، مبروك. هتسالها سؤال، اطلع اي بوت ات يسترداي، انا اشتريته امبارح. يبقى السؤال كان هنا بايه شباب؟ اللي هو وين. يبقى وين ايه؟ when did you buy it، when did you buy it، انت اشتريتي؟ قالت لها انا اشتريته امبارح. نمبر 3 معايا هتسالها سؤال، قالت لها I bought it for 3000، اللي انا اشتريته ب 3000. يبقى انا هنا هسال عن ايه؟ هسال عن ثمن الموبايل. فثمن عشان اسال عن ثمن حاجه هقول how much was it، how much was it، او ممكن اقول how much did it cost، how much did it cost، كلف كام. كمل معايا. فالبنت بتقول لها where did you buy it، اشتريتيه منين؟ اكيد هي هتشتري منين؟ يا هتشتري من موبايل شوب، هتشتري من شوبينج سنتر، هتشتري من مول، وهكذا. طيب النمبر ايه بتقول لها my birthday is next week I will buy a new mobile phone too will you come with me، هتقول لها انا عيد ميلادي الاسبوع اللي جاي وبرضه هشتري تليفون جديد، تبقى تيجي معايا؟ فاكيد البنت هتقول لها sure I will come with you او with pleasures او okay why not او هكذا. I'm pleased to see. اي عبارات من عبارات الايه؟ القبول. طبعا نجيبها من الاول، hello sama how are you، هالتانية هتقول لها ده I am fine، انا كويسة، thank you، شكرا ان انت بتسألي عليا، او هكذا. فالبنت بتقول لها congratulations انا اشتريت موبايل جديد، فقالت لها congratulations. هنا السؤال هيبقى when did you bought، when did you bought it، when did you bought it، انت اشتريتي امتى؟ الاجابة كانت بيسترداي. بعد كده هنقول هنا how much، كم سعر الموبايل انت اشتريتي ده، how much was it او how much did it cost، قالت لها انا اشتريته ب 3000. where did you buy، اشتريتيه منين؟ يا اما من سوبر ماركت، يا اما من موبايل شوب، يا اما من مول، يا اما من شوبينج سنتر، وهكذا. فالثانيه قالت لها انا هشتري واحد جديد ومش عارف ايه، يبقى تعالي معايا. فدي هتقول لها اوكي واي نوت، او هتقول لها شور اي ويل كام وذ يو، وهكذا. تعال نشوف بقى نختار. my father likes drinking his coffee while she's reading. انا عايز اقول ان الاب بيحب يشرب القهوه بتاعته وهو بيتفرج على المجازين، وهو while he is reading هو بيقرا ايه؟ تمام، هو اكيد هو بيقرا ايه يا شباب؟ وهو هيكون بيقرا الانترفيو، المقابله، هيكون بيقرا المجازين ولا الايديا ولا الماشين؟ اكيد طبعا هيكون بيقرا ايه؟ هيكون بيقرا المجازين. اللي بعدها بيقول لي do you often buy things special offer. number 2 do you often buy things، عايزين نقول انت هل انت عايز تشتري حاجات جديده في special offer، في العرض الخاص. فعشان يشتري حاجه في العرض المميز هياخد بربطشان حرف الجر ايه؟ on. طيب on special offer. number 3 معايا when you want to buy something you should buy careful about the price and ايه، عشان تشتري حاجه المفروض تكون حريص انك تشوف السعر بتاعها وتشوف برضو الايه؟ الجودة. فهنشوف ايه؟ هنشوف الكواليتي مش الاكواليتي، لا احنا هنشوف الكواليتي الجودة.
طيب نمبر 4 معايا I have bought some ايه، انا اشتريت بعض الـ A2 for my phones so عشان كده I can play my music more loudly. يبقى انا هنا اشتريت ايه؟ اشتريت اكيد هكون اشتريت ايه؟ speakers اللي هما المكبرات الصوت. start your morning ابدأ يومك، عايز اقول ب fresh cup of coffee made at home، يبقى start with يبدأ بي، يبقى start your morning with ابدأ يومك بي. ايه كمل كده معايا، بيقول لي هنا النمبر 6 A أو N A is used to make hot drinks. مين اللي بنستخدمها الهوت درينكس؟ طبعا القاف ماشين أو القافي ماشين. نمبر 7 معايا to boil water، عشان تغلي المية انت محتاج ايه؟ اكيد انت محتاج كاتل، يبقى you need a kettle، انت محتاج لسخان مية. اللي بعدها بيقول لي رانا از ايه زان هيفا، طبعا عندي زان هنا يبقى بالتالي انا عايزه صفه فيها ار، يبقى فاستر زان هيفا. نمبر 9 معايا بيقول لي لما نور سو هاي كان كام شوبينج تو داي بوث اوف ذيم ار بيزي، ده عندك كلمه نور يبقى انا المفروض ان انا محتاجه ايه؟ محتاجه نايزر او نايزر نور. نمبر 10 معايا يو كان جيت ايزر فري سبيكر ات ا فري فيلم، فانت عندك كلمه ايزر، طب ايزر بتاخد ايه؟ طبعا ايزر بتاخد اور، لكن نايزر بتاخد نور، يبقى انا ايه؟ or a free. تعال نشوف بعد كده القطع اللي بتجيلي دي وبيبقى عايزك انت تكملها. إيه كلمة discount؟ يعني هنعمل له تخفيض. شبه رخيص are وانترنت وسمارت. إيه there is a big sale، عندنا سيل كبير جدا on the shopping mall in our era. all clothes are، عايز اقول ان كل الملابس نازلة، كل الملابس are بتكون ايه؟ than usual this week. عندك كلمة هنا ايه؟ than، يبقى انت محتاج صفه فيها ايه؟ ER. تعالى كده هات لي نص اهي، يبقى cheaper، يبقى cheaper than usual this week. this microwave has 25%، عايز اقول انه عليه 25% خصم، يبقى 25% ايه؟ discount. it's usually costs بيكون 1000 جنيه، but now it، ولكن الوقت 750. Osama's family wanted to buy، عايزين يشتروا ايه؟ smart tv اهو. so عشان كده they can watch films on the، الدرجة يشوفوا بقى طالما هو سمارت يبقى هيشوفوا افلام على الانترنت. تعالى كده صحح معايا، بيقول لي هنا complete the sentence. ايه جايب لي نور، يبقى وايزر ينفع ايزر مع نور؟ لا، امال كنا بناخد ايه؟ كنا بناخد حاجة اسمها نايزر، نايزر نور، لكن ايزر اور. نايزر طارق ايه؟ لا انت عندك كلمة بوس، يبقى مينفعش بوس، امال هاخد ايه؟ يبقى ينفع ان انا اقول إيه، طالما عندك كلمة and يبقى ينفع ان انا اخد، ما ينفعش نايزر، ولكن هاخد كلمة اسمها ايه؟ كلمة اسمها بوس. كويس جدا. إيه the three t-shirts are good but I need، انا عايز اقول لك ان التيشيرتس كويسة ولكن انا محتاج ايه؟ محتاج the biggest، عايز الاكبر، يبقى big هيت احط لها كمان g وبعدين e s a e s t. نمبر 4 معايا بيقول لي this red bag، الشنطة الحمراء دي is a expensive than، ما ينفعش اقول mini ولكن هقول عايز نقول هي اغلى من البلو وان، ما ينفعش اقول mini ولكن هقول the red bag is more expensive than، هي اغلى من البلو وان، الشنطة الحمراء اغلى من الشنطة الزرق. عايز اقول لك ان انا كده قدرت اوصلك لنهاية حل الدرس، على تقيم نفسك كده وتشوف انت الدنيا مش ماشية معاك ازاي، هل انت مثلا بتعدي بنسبة 90% 80%، ولا الحل بتاعك نصه غلط ولا كله صح ولا ايه؟ حاول انت تسيب لي كومنت تطمني كده فيها على المستوى بتاعك. طبعا انا كده انتهيت، بتمنى لكم عم موفق باذن الله. كانت معكم مس هند ربيع على قناة شوية انجليزي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.